حلقات الفترة الصباحية وتواصل أشواط الحقائق على أرضية ميدان الشحانية. نتواصل ونرى هذه الشعارات والأسماء المميزة المنطلقة والباحثة عن كلمة الناموس وعن تحقيق أول المراكز بهذه الانطلاقة المميزة. أول المراكز أشاهد وأتابع المقدمة والصدارة، تواجد بن ظبيان على المركز الأول، تعود ملكي لحمد بن طالب بن محمد الفيدة المري مع المركز الأول ومع الصدارة والمقدمة. المركز الثاني من الجانب الأيمن هنالك الانطلاقة من قبل قيوم لطالب بن سالم بن عبد الله الفيدة المري ثالثا الانطلاقة، والتواصل من حشمة علي بن راشد بن صالح البيضاء المري رابع المراكز. أتابع حاملة الرقم أربعة من تنطلق الدرعية محمد بن حمد بن عتيق بن قريع المري، وخامس المراكز التواجد من مستوى لحمد بن جار الله البريدي المري. شعار وديان ومن لا يعرف وديان ينطلق مع المركز الخامس. هذه هي الخمسة المراكز المتقدمة والمتواجدة. أعود بحضراتكم إلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الانطلاقة الأولى، كي أرى هنالك المسيرة الحافلة بالإنجازات مع بن ظبيان حمد بن طالب بن هنالك بن محمد الفيدة المري. يا أبو طالب، جماهيرك يطالبونك بانتزاع نقطة بهذا الشوط وبهذا اليوم مع بنت ظبيان وسلالة ظبيان، من تنطلق مع الصدارة والمقدمة ومن تحلق خارج السلف مع الصدارة وأول المراكز. المركز الثاني التواجد من شعار بن جبران والانطلاقة من صوقة، وصلت صوقة، هذه الصوقة الثمينة المنطلقة بهذه اللحظات، محمد بن مبارك بن جبران المري أو محمد بن مبارك بن راشد المري. وشعار بن جبران من ينطلق مع المركز الثاني، ثالث المراكز التواجد والتقدم من هوايل سالم بن ناصر بن سالم حفيظ المري. والمركز الرابع أتابع الدرعية محمد بن حمد بن عتيق بن قريع المري، وخامسا التواجد من مستوى بانطلاقة مستواه العالي حمد بن جرال البريد المري، ينطلق شعار على إلى رابع المراكز. ولكن أتابع النداء إلى المركز الخامس لأرى حاملة الرقم أربعة تواجد سرابة والدرعية محمد بن حمد بن عتيق بن قريع المري، وأعود إلى الصدارة، أعود إلى بن ظبيان من تغص شريط الكيلو متر الأخير، الكيلو المتبقي والمثير بأيضا تقديم العروض المميزة والانطلاقات بالمستوى العالي. يا سلام، أراقب مستوى من انطلقت وتواجهت إلى ثاني المراكز، مستوى مع البريدي، وهنالك أيضا انطلاقة صوخة بشعار بن جبران، وتواصل بن ظبيان مع المركز الأول ومع الصدارة ومع مقدمة هذا الشوط. غيرت صوخة، انطلقت صوخة، الصوخة الثمينة، ولكن تابعوا مستوى، الله يا مستوى، انطلقت مع الصدارة وتواصلت صوخة، صوخة ومستوى، حوار ثنائي ما بين شعار البريدي وشعار بن جبران، ولكن صوخة يبدو بأنها صاحبة الكلمة وصاحبة ناموس هذا الشوط. انطلقت صوخة مع الصدارة بتقديم العروض المميزة، محمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري يقدم لنا صوخة مع الصدارة، ولكن مستوى، عادت مستوى لتطحن المنافسة بهذا المستوى العالي والرفيع بشعار هنالك بين هنالك ما تنطلق مع المركز الثاني حمد بن جرر البريدي المري بانطلاقة أول المراكز وبتقديم هذا الانطلاق الجميل إلى بر الأمان وإلى ناموس هذا الشوط. يذهب شعار البريدي مع أول المراكز، شعار وديان وشعار الأسماء الكبيرة والأسماء التي رافق هذا الشعار، سلام وتحية واحترام لمالك مستوى حمد بن جرر البريدي المري على حصول مستوى على المركز الأول وثاني المراكز. كان الوصول من قبل المركز الثاني شودة لصالح بن محمد الجرحب المري، المركز الثالث كان التواجد من قبل صوغة لمحمد بن بارك بن راشد المري، المركز الرابع كان الوصول من قبل رابع المراكز النويعس لسلمان بن محمد الرزق العجمي، خامسا
كان الوصول من قبل سراب لحمد بن علي بن عمرو الفيدة المري. ثاني التبريكات نزفها للجميع، كما نهني مالك مستوى من انطلقت بهذا المستوى العالي والرفيع وقدمت لنا هذا العرض الجميل والمنافس المميز الى خط النهايه. توقيت الزمن 4:37 ست اجزاء من الثانيه. الثانيه تبريكات لحمد بن جرال الابريد المري على حصول مستوى على المركز الاول. ثاني المراكز كان الوصول والقدوم من قبل شوده من عزفة الأنشودة وحصلت على المركز الثاني 4:38 4:00 الثانية. التاهل التبريكات لصالح بن محمد بن جرح المري. ثالث المراكز شعار بن جبران ومع صوقه والتوقيت الزمني 4:38 الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لمالك صوقه محمد بن مبارك بن